سئل سيدنا نوح عليه السلام وهو في سكرات الموت: يا نوح، يا أطول الأنبياء عمرا، كيف وجدت هذه الدنيا؟ فقال: وجدتها كدار لها بابان، دخلت من أحدهما وخرجت من الآخر، لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. عود كريم مبارك إلى دستور الأرض والسماء، معجزة الهادي البشير صلى الله عليه وسلم، القرآن الكريم، تلاوة قرآنية مباركة من كتاب الله العزيز يتلوها على مسام حضراتكم قارئ جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي فضيلة القارئ الشيخ إبراهيم عبد المرد الشالة، القارئ والمقيم بكفر السنبسة مركز مدينة منوف. أسأل الله عز وجل له بالتوفيق ولنا ولكم بحسن الاستماع، فليتفضل المشكورة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن
صلح. ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا ربنا فاغفر للذين
ربنا 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 وأدخلهم جنات عدن ربنا وأدخلهم جنات عدن وقهم عذاب الجحيم ربنا أدخلهم جنات عدن التي إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم إن الذين كفروا ينادون لمقت الله قتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون فاعترفنا بذنوبنا
ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا رزقا
وما يتذكر إلا يوم غم بارزون
لمن الملك اليوم لله الواحد القهار صدق الله العظيم. يقول الشعراء: نظرت إلى قبر النبي فهادني جمال بدا من بعده قبل قربه، فقلت إذا كان الجدار منورا فما بال درب ذب نور محمدا، وما بال جوف القبر، وما بال من به، ونور رسول الله من نور ربه. وهكذا إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة الذي تلاها على مسام حضراتكم فضيلة القارئ الشيخ إبراهيم عبد المرد الشالة، أحسن ما تلا والقارئ والمقيم بكفر السنبسة مركز مدينة منوف. لكبة الهندسة الصوتية والإنارة الكهربائية الحديثة التي تطلب وتوجد دائما بمحلات المتوكل على الله الحاج حسن البشتامي وأولاده، المحل الأول بقرية برهين. أما المعرض الفني للفراشة الحديثة لصاحبها محمود شوشة المقيم بملمش. أيها السادة، سعيكم مشكور جميعا.